هي يبدأ مثل ما تشوفون قدامكم inspire your student to share their big idea، بمعنى حفز طلبتك بأنهم ينشرون أفكارهم الكبيرة، وهذا يتم عن طريق student stop اللي هي محادثة الطلبة وينشر فيها أفكاره. طبعا تدق عند learn more يوديك على طول عند sign in، وعندك هذه واللي هي share your big idea in a TED style talk، بمعنى انشر أفكارك على طريقة محادثة تيد، وهذه تتم عن طريق educator talk مثل ما تشوفون اللي هو محادثة المعلمين، تدخل عليه يوديك ان تيد ماستر كلاس وتحط فيه أفكارك، أو تدق learn more وتسوي sign in ويوديك على طول. والحين خلنا نرجع ورا، نلقى هني parents start here بمعنى الوالدين يبدون هنا. Discover idea that sparked the curiosity of learning، بمعنى اكتشف أفكار تثير فضول المتعلمين. طبعا تدق عليه وديك على طول وين، نفس الفكرة all subjects، نفس الفكرة بالضبط. وهذه بعد create customized lesson for your child، اصنع دروس مخصصة لابنك. طبعا هذه عند create a lesson ونفس الفكرة، تدق try it out يوديك ثانية. وهذه inspire your child to share their ideas with the world، حفز طفلك انه ينشر افكاره مع العالم، وهذه تتم عن طريق student talk مثل تشوفون فوق، او تدق learn more يعلمك شلون. الحين خلنا نرجع عند البداية الصفحة الرئيسية، مثل ما تشوفون هذه نفس الإعلان، تدق عليه يوريك كل شيء مثل ما تشوفوا سيريس، شوف سلسلة، وعندك هني هيلب اللي هي مساعدة اللي تحت، خلنا نبدأ خلنا نشوف هذا اللي تحت اللي هي هيلب مساعدة، مكتوب هني تيد سبورت بمعنى دعم تيد. مثل ما تشوفون لما تروح عند تيد انك تشوف محادثات يعلمونك شلون تدير حسابك واكثر. هني تيد اكس هو ايفنتات، انك تحضر الايفنتات او تسوي لك ايفنت. تيد اد اللي هو اكتشاف وصنع دروس واندية لتيد اد مثل ما تشوفون. تيد فولوز انك تسأل اسئلة هناك اللي هو عند موقع. خلنا نرجع ورا، كونتا بمعنى تواصل، طبعا تملي ايميلك وموضوعك مثل ما تشوفون. البلوج اللي هي المدونة اللي شرحتها لكم، والمقالات والأخ مثل ما شرحتها لكم. get involved اللي هو nominate والسبورت مثل ما تشوفون. about يعني المزيد، اشرح لك شنو هو الموقع هذا مثل ما تشوفون، يشرح لك الموقع. educate بمعنى معلمين، واللي هي الصفحة اللي شرحتها لكم. و patterns اللي هم الراعين الرسميين مثل ما تشوفون، هذا هم الراعين، وهذه الرسوم المتحركة مثل ما تشوفون قدامكم اللي تم صنعها، وهذه الأندية اللي تم إنشائها. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.